نفسك انت تقدم ايه بعد ما عملت الشخصيات المختلفة دي؟ بصي نفسي اعمل كل اللي انت متخيلاه يعني اي شخصية مختلفة نفسي اعملها. صعب ان الواحد يكون الممثل بالذات عاوز كل يوم يعيش كاركتر. اكتر شخصية نفسك تعملها وبالنسبة لك فيها تحدي كبير او بلغتكم كده بتستفزك؟ اللي انا نفسي اعمله قوي قوي يعني شخص من الطبقة الفقيرة ومعاناته اليومية بكل ما فيها بقى. تفاصيل يومه وحياته. تفاصيل يومه وحياته معاناته اليومية. بس اتمنى ان انا اعمل ده بس بطاقة ايجابية. يعني اعمل ده يعني اوري للناس قد ايه الطبقة دي بتتعب وبتكافح. بس بشكل يدي امل. لان في امل. لان دي حقيقة. مفيش حاجة اسمها فقر. مفيش حاجة اسمها فقر. لا. ازاي البني ادم يفقر نفسه. الانسان لو عنده عزيمة. شوفي ايه الفرق ما بين الشخصيات كتيرة جدا جدا اللي انت بتشوفيها طالعة من اصل فقير وبقت ناجحة بشكل كبير جدا. كانتش عندها اي مقاومات. بتحب تقرا؟ جدا. بتحب تقرا لمين عشان حاسه انه كده عندك جانب من القراءه والفلسفه؟ بحب كتير جدا لنجيب محفوظ. نجيب محفوظ يعني افضل من عمل تيمة الحارة المصرية. طبعا لان هي يعني هو من وسط الحارة من عمق الحارة عشان كده بحب. طيب وبرج ايه عشان بعرف الناس كده حاجات عنك سريعا سريعا؟ برج الثور. عنيد جدا. يعني ما بحبش يعني انا لما حد انا ماليش في الابراج بس لما حد يقول قدامي بقتنع ان انا كده لان انا ما احبش العند يعني لا تعرفتك يعني خليك معايا على نفس الموجه بعدين اعمل اللي انت عايزاه اعمل اللي انت عايزاه سايسيني لكن العند بتعب جدا من الحكايه. وعندك ولاد مين ومين؟ فرح وحمزه. فرح وحمزه ما شاء الله. اعمارهم 15 و 12 ما شاء الله ربنا يخليهم لك. طب انت اشتغلت مع اتنين من الفنانين كل واحد فيهم نجم طبعا وشهير وناس بتحبه جدا بس ستايلهم مختلف شويه، نجم محمد رمضان والنجم والفنان احمد العوضي، كل تجربه كانت بتمثل لك ايه؟ طبعا محمد رمضان كان هو والمخرج محمد سامي يا هنايا سعد الفنان اللي يكون عنده فرصة في مسلسل مع الاتنين دول. فريق عمل علامات في تاريخ الدراما العربية الاتنين. محمد رمضان كممثل بقاله فترة خبرة كبيرة جدا جدا جمهور قاعدة جماهيرية غير طبيعية مليونية خطيرة غير طبيعية. انت بتمثلي في مسلسل الوطن العربي كامل صح. بيتفرج عليه في نفس التوقيت. ممثل جميل بيضيف لك بيقول لك تعملي ايه يعني تخيلي بقى انت خبرة السنين دي كلها ربنا بيكرمك ان هو بيقول لك تعملي ايه يعني يساعدك. اتعلمت ايه منه او استفدت ايه منه؟ اتعلمت حاجات كتيره جدا في فن التمثيل يعني تكنيكس. حاجات في التكنيك بتاع التمثيل وحتى لو هو ما قالوش احنا بنتفرج عليه بنتعلمه. العوضي طبعا الطموح بقى يعني الطموح قصه الصعود اللي انت بقى يعني احنا متشاهد عليها متشاهدين مع محمد رمضان وهو نجم كبير جدا جدا. العوضي انت بتتفرجي على الطموح والاجتهاد ما بيسكتش ما بيقعدش هو شغال على نفسه جدا جدا في تفاصيل جداً. في الشكل تفاصيل في التمثيل في حركاته في كلامه في ارتباطه بجمهوره. هو الراجل عارف كويس جدا ان هم دول هو ده الاساس صح. لو انا ما وصلتش لدول فتعلمت برضو من العوضي الاجتهاد الرهيب. واحد قاعد بيصحى من النوم ما بيعملش حاجة dedicated للحكاية دي بالظبط. هو بيصحى من النوم يشتغل عشان هو ممثل ودي لقيتها في الاثنين في النجم محمد رمضان وفي النجم احمد العوضي. تحية طبعا ليهم الاثنين من الناس طبعًا. اللي بنحبهم جدا طبعًا. يعني طبعًا. وان شاء الله نشوفك قريب في حاجة كده حلوة قوي ان شاء الله هيحصل والناس تحبها كمان بأمر الله ان شاء الله.